العراقيين أمام أمرين، إما أنه فعلا يعني يستجيبوا للتحدي الكبير الذي نتج عن اغتيال سليماني والمهندس، وبالتالي يعني يعملوا إجراء، وهذا واضح يعني يعملوا إجراء يعيد التوازن إلى الساحة العراقية. الساحة العراقية ساحة يعني تعتبر خاسرة رخوة بموضوع يعني محور المقاومة والممانعة، وضع مضطرب، انقسام داخلي عمودي، كل الأمور فيها. فبالتالي يعني يبدو أن العراقيين فعلا أو على الأقل التيارات الموالية لإيران في داخل العراق نجحت في فعلا يعني إنهاء الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية. هذا الأمر بحد ذاته انتصار كبير للمحور الإيراني. لا يمكن إلا أن نقول أن إيران ردت فعلا ردا سياسيا أوليا على عملية اغتيال سليماني والمهندس من خلال هذا الإجراء. تدرك الحكومة العراقية بأن القرار الذي اتخذ في مجلس النواب يحتاج إلى مراحل عدة وإلى تعقيدات وإلى يعني مزيد من الأخذ والرد والشد والضغط لكي ينفذ. يعني القرار بإنهاء الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية شيء وتنفيذه شيء آخر. ليس بهذه السهولة. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن وجودها في العراق يعني وجود أساسي، خصوصا أنها هي التي حررت العراق بال2003 من صدام حسين، فهي تعتبر أنها شريكة أساسية في العراق. المشكلة بالأساس يعني نشأت عندما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تقدمت في العراق. بالأساس كان في نوع من المساكنة، يعني نوع من التوازن بين الوجودين الإيراني والأمريكي. بالآونة الأخيرة بدأ واضحا بأن الأمريكيين يعني تحسسوا جدا من مسألة يعني التقدم الإيراني داخل العراق، فبالتالي أقدموا على هذا النوع من هذه العملية، وهم يعني عملية اغتيال السليماني، وهم يدركون، أنا أعتقد أكيد أنهم يدركون الارتدادات والتداعيات والعواقب على وجودهم وعلى الوضع في المنطقة عموما، ولكنهم اختاروا هذا التحدي لأنهم يعني الأمريكيين لأنهم فعلا يريدون الإمساك أكثر بالوضع العراقي بلحظة معينة، لحظة اهتزاز داخل العراق، لحظة تناقض داخل العراق، تظاهرات أحرقت السفارة أو القنصلية الإيرانية في النجف. يعني استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بلحظة ما أن تزيح عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الموالي الأقرب لإيران إذا صح التعبير، فاختارت أن فعلا تؤكد لإيران بالذات أنها قادرة على الإمساك أكثر بالوضع العراقي. على الحكومة العراقية يعني إذا أرادت فعلا أن تبقي على علاقة مع واشنطن يعني أن تنظم عملية الخروج الأمريكي من العراق. هذا الأمر يحتاج إلى طبعا يعني تعاون الحكومة الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر الآن غير متوفر. يعني الأمريكيين يقولون بلسان ترامب أنهم يريدون أثمان مالية ثمن القاعدة الأمريكية عين الأسد وسواها. هذا الأمر يعني يدل على أن الأمريكيين ليسوا في وارد دخول الخروج السلس من العراق، أنهم يريدون يعني البقاء أطول فترة ممكنة، ويريد أيضا لاحقا اتفاقات نفطية. الكراد شيء والسنة العرب شيء آخر. الكراد يعني قد حسموا وضعهم، هم حلفاء إلى آخر نفس مع الأمريكيين، يريدون يعني أن ينأوا بنفسهم عن هذه القضية تماما، وهم مستقلون، يعتبرون سبب استقلالهم ووجودهم وقوتهم الأساسية هي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد إطلاقا بأنه الأكراد في وارد التخلي عن العلاقة مع أمريكا لمصلحة علاقتهم مع بغداد نفسها، حتى لو اقتضى الأمر الذهاب إلى حد الانفصال عن بغداد، فإنهم يعني يفضلون أن يبقوا على علاقة مع أمريكا ولا يذهبون باتجاه إزعاج أمريكا إذا صح التعبير. يعني أنا أعتقد بأن الأمريكيين يعني تبلغوا وشعروا عمليا بأن الميليشيات الشيعية والقريبة من إيران عموما قد قررت فعلا يعني فتح باب المواجهة
مع الأمريكيين في العراق منذ فترة بعيدة. يعني نحن نعرف بأنه صار في هجمات كثيرة على أهداف أمريكية في العراق، قواعد سفارة الأمريكية، بعض المراكز الأمريكية. المسألة بطبيعة الحال ستشتد الآن، يعني واضح بأنه الإيرانيين مصممون على الرد على جريمة اغتيال أو عملية اغتيال سليماني من خلال توجيه ضربة عسكرية للعراق. العراق سيكون ساحة مفتوحة من الآن لمواجهة طويلة الأمد، يعني لا نعرف بالضبط حدودها. في النهاية يعني المسألة كما قلنا ليست يعني غدا أو بعد غد، لا، مسألة مفتوحة زمنياً.